حلقة نهاية الأسبوع من 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. أهلا بكم في بداية حلقتنا النهاردة اللي إن شاء الله يعني تكون حلقة لطيفة بالنسبة لكل حضراتكم. وكالعادة هنقول لكم من خلالها يعني آخر الأخبار وآخر المستجدات، وكمان هنلقي الضوء على كتير من الأمور الرياضية المتعلقة بالرياضات المختلفة سواء محليا أو عالميا. فصباح الفل عليكم. صباح الفل عليكم. صباح الهنا يا كريم والرزق وكل حاجة حلوة يا رب على حضراتكم وعلينا جميعا. وزي ما كريم بيتكلم كده نهاية الأسبوع إن شاء الله يبقى ويك إند سعيد علينا، وإن شاء الله يبقى ويك إند وأسبوع كمان مليء بانتصارات بإذن الله مرة تانية زي ما إحنا متعودين ومعودنا النادي الأهلي. عندنا ماتشات مهمة، عندنا لسه مسيرة طويلة، عندنا لسه تحدي، محدش أبدا يقول خلاص كده قصة خلصت. لاعبتنا لا يمكن ان هم دلوقتي يجوا يقولوا لك خلاص ما احنا كده كده مثلا الدوري مش معانا او غيره، الكلام ده مش في قاموسنا يا جماعه ولا حتى عند قاموس جماهير النادي الاهلي. خلينا عندنا الدعم وعندنا الثقه في الفريق لاخر لحظه، وهنتكلم في حاجات كتيره جدا، وهنتكلم في اخفاقات على فكره على مدار التاريخ كمان خاضها النادي الاهلي مع جماهيره، لكن قدر ان هو بجد مؤازره الجماهير ان هو يقف على رجليه مره ثانيه، وبعوده كمان او يعني خليني اقول لحضراتكم ازاي اللي هي رجعت بمعنى أصح مرة تانية كمان روح النادي الأهلي ليهم، حتى لو غابت فترات بس بترجع مرة تانية. فإن شاء الله خير، والأيام والأسابيع والسنين اللي جاية تحمل كل الخير علينا يا رب. لينا ننوه زي ما احنا متعودين الفقرة الأولى هيكون معنا كابتن أحمد عبد الفتاح نجم الأهلي السابق، لأن أكيد هنتكلم تحديدا كمان معاه باستفاضة في ملف الدوري. الفقرة الثانية هتكون فقرة طبية، هتكون منورانا دكتور زينة أبو السعود. خلونا نبتدي بالتفصيل اللي نهاوند ابتدت الكلام بيها، يعني فكرة إن جماهير النادي الأهلي وليها كل الحق في هذا الأمر بطبيعة الحال مستاء بل وغضبانة، ولكن برضو في حاجة لازم تتقال وفي تفصيلة وواقع لازم نقف عنده شوية. هنبتدي طبعا كلامنا عن بطولة الدوري اللي لسه فاضل فيها للنادي الأهلي 8 جولات. بالمناسبة ودي الحته اللي عايزين نتكلم مع حضراتكم فيها، عمر جماهير النادي الاهلي على مر التاريخ ما وصلت لمرحله الياس، بمعنى ياس في اي بطوله من البطولات وايا كانت المباراه او البطوله حتى اللي الفريق خسرها. امر طبيعي جدا ان انت اكيد مش هتكسب كل البطولات. ليه؟ لان ده مش منطقي، ما هو ما فيش فريق في العالم كله بيعمل كده. حتى الدوريات اللي ابطالها معروفين وشبه ثابتين زي يوفنتوس في ايطاليا، زي باريس سان جيرمان في فرنسا، بايرن ميونخ في المانيا، او الاهلي في مصر، طبيعي جدا ان يجي عليك وقت وارد ان انت تخسر بطوله ما بطولتين، زي ما حصل مثلا الموسم اللي فات في ايطاليا وميلان اللي كسب الدوري، وده امر كان مش معتاد في اخر 10 سنوات. خلي بال حضرتك كاهلاوي انت بتشارك في اكتر من 6 بطولات في موسم ما فيهوش اسبوع واحد ترتاح فيه، فطبيعي جدا ان اللعيبه بتاعتك توصل للمرحله دي من الاجهاد وتفقد اكثر من 10 لعيبه ما بين اصابات وما بين يعني اجهاد شديد كانوا حاسين بيه. كل ده يعني تقريبا نصهم من القوام الاساسي للفريق. تاني حاجه عايزين نتكلم فيها ونلقي عليها الضوء هي اهميه شخصيه الاهلي، وخصوصا في الفتره اللي جايه اللي هنبتديها مع بعض من النهارده ابتداء بماتش النهارده ماتش فاركو. مفيش مبرر ان انت تلعب بدون روح. خلي بال حضراتكم دي كلمة أصلا، روح البطولة تحسوها اتخلقت واتوجدت في كرة القدم المصرية كحق أصيل للنادي الأهلي اللي ابتداها وزرعها في نفوس اللعيبة، يعني هو النادي الأهلي الحقيقة، والتاريخ شاهد على هذا الكلام. ده مش كلامي أنا يعني لوحدي، ده كلام التاريخ، دي المواقف نفسها اللي بتقول كده، والأمثلة كتير، منها مثلا سنة 96، منها مثلا في 2010 2019 وغيرها. واتكلمنا في الأمور دي يعني حتى لو كانت المهمة أكيد يعني مش سهلة، هي مهمة صعبة، لكن برضو ما فيش مبرر إن احنا نلعب من غير شخصية النادي الأهلي. أفتكر إن كلامي ده منطقي ونابع من زي ما بقول لكم تاريخ عظيم هنفضل دايما يعني متشرفين بيه كلنا. بص يا كريم كلامك منطقي جدا، وفي بطولات باي ذا واي او بالمناسبه يعني احنا خسرناها كتير، وخرجت الجماهير رغم الخساره دي قعدت تهتف باسم اللعيبه، وكانت بتحيي وقتها الجهاز الفني وما زعلتش وما غضبتش على اي حاجه، بالعكس. ليه؟ لان وقتها كان برضو عشان الحق يقال يا كريم، كان وقتها حتى لو احنا ما كناش كسبنا بس كانت شخصيه الاهلي موجوده، كانت حاضره في البطوله. انا هرجع بحضراتكم كده وبحب دايما لغه الارقام، نروح ل 2010 لما خسرنا دوري ابطال افريقيا في ماتش طبعا الترجي، وكان ماتش شهير جدا محدش لحد دلوقتي قادر ينساه. كان رد الفعل ايه يا كريم وقتها لو انت فاكر؟ خرجت الساعه 2 و3 الفجر في مطار القاهره عشان تستقبل الوفد، وكان مشهد مهيب جدا جدا جدا، رغم اننا بنتكلم ان احنا خسرنا اللقب، يعني انت خسران اللقب لكن فريقك مش فارق معاه لانه شاف ان انت اديت على الارض اللي تقدر عليه وزياده. هو ده اللي احنا بنطالب بيه على فكره. هي القصه مش قصه بطولات على قد ما قصه ان انا عايز يا جماعه اشوف لعيبتي
بتبذل كل اللي تقدر عليه. عشان كده تاني احنا هنقول قدامنا لسه 8 ماتشات كلهم صعبين، مفيش ماتش سهل. احنا شفنا الفتره اللي فاتت ماتشات كنا داخلين قال لك احنا عايزين 2-3 وسكور اتعادلنا، فلا طبعا نكسب باذن الله وبس، ونلعب على الفوز بروح الفانيلا الحمراء اللي اعتقد يعني وحشتنا جدا بجد، وحشتنا جدا. وان شاء الله خير الفتره اللي جايه. واحنا تاني هرجع اقول احنا محتاجين دعم الجماهير بشكل كبير جدا، مفيش غنى عن دعم الجماهير. فيا ريت ان شاء الله يعني لو ربنا وفقنا وفزنا بالدوري نقول الحمد لله ونبدا نبني على اللي حصل يعني. والموسم صعب، الموسم صعب بس لسه في امل يعني، موسم صعب عشان الرؤيه تبقى واضحه بس لسه في امل باذن الله خير. يا مساهر الحال كلنا بنتمنى يعني ان احنا نشوف الافضل للنادي الاهلي ونشوف الاداء الافضل اللي احنا متعودين عليه دايما من لعيبه النادي الاهلي الفتره اللي جايه ان شاء الله. هنقول ان هي لكل جواد كبوه زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم من كام يوم اللي فاتوا. بالمناسبه اقول لك على حاجه كريم، ده بيحصل مع النادي الاهلي كل فتره باي ذا واي. يعني انت بتبقى ماشي زي القطر وبتمشي وبتبقى يعني مش هقول بتدوس على الكل بس انت بتبقى اعلى من الكل، وبعدين بيحصل دروب كده فتره. ده على مر التاريخ حصل كتير جدا على فكره، متكرر يعني كل كام سنه كده هتلاقي في دروب حصل للاهلي بعدين ترجع تقف. زي ما تقول هي فتره شحن، بتشحن نفسك تاني، بتشحن طاقتك تاني، بتعيد زي ما بتقال كده بناء قوتك مرة تانية. لأن ما ينفعش حد يستمر إلى الأبد ناجح وعالي ورقم واحد، لازم الدروب ده بيبقى لمصلحتك عشان تيجي تكمل مرة تانية. فده حصل قبل كده، فعشان كده بنقول لحضراتكم اصبروا لأن احنا هنرجع نقف على رجلينا رغم أي تحديات، رغم أي حد مش حابب إن ده يحصل، رغم أي صعوبات بتواجهنا. بس تاني التاريخ هو اللي بيتكلم مش توقعاتنا، التاريخ هو اللي بيقول كده. دي مش أول ولا تاني ولا تالت مرة يحصل دروب فيه، فيها عادي على فكره يا جماعه، عادي جدا يعني. دي زي ما بيتقال كده حسابات الدنيا كده، او هي دي الدنيا يعني، ده الواقع. ولا انت مش معايا ولا ايه؟ مين قال لك مش معايا؟ مين قال كده؟ ليه حساني شفتي اماره ايد خدت انطباع ان انا مش معايا؟ انا معاكي جدا قوي خالص، بتركز في كلامي. اديكي اماره على ان انا معاكي ومركز؟ تاخدي اماره مني؟ يا ريت. هنروح بعيد ليه؟ بعيدا عن النادي الاهلي اللي شانه شان اي نادي في الدنيا معرض ان هو يمر بفتره ازمات، كبوات سموها زي ما تسموها، بس حتى الفتره اللي فاتت او الفتره اللي احنا ما زلنا فيها هنروح بعيد ليه فعلا؟ انت عندك فريق زي باريس سان جيرمان بجلاله ادرو عامل ايه؟ برشلونه بجلاله ادرو حاصل معاه ايه الفتره الاخيره؟ لعيبه نفسها يعني احنا بنتكلم على مستوى الفردي كلعيبه متعودين ان احنا نشوفهم كاساطير في فرقهم، ولسبب او لاخر وغالبا ما بيكون السبب ده ان هم يعني سابوا فريقهم الاصلي اللي هم حققوا من خلاله نجوميتهم وعملوا من خلاله الاسطوره اللي احنا كلنا بنتحدث عنها. ده حصل مع فرق وحصل مع لعيبه، ده عادي امر طبيعي. مع مانشستر يونايتد نفسه مثلاً، عنده كريستيانو يعني. سيبك من برشلونه، برشلونه هيجي يقول لك لا ده ازمات ماليه وماديه مالهاش علاقه بمستوى اللعيبه. بس باريس سان جيرمان زي ما كريم قال واحنا قلنا برضو المواضيع دي قبل كده، باريس سان جيرمان عندك كل اللعيبه اللي ممكن اي فريق في الدنيا يبقى بيحلم بيهم، اسماء كلها بالمليارات يعني، قيمه مليارات مش عاديه. والنتيجه ايه؟ مش افضل شيء على فكره، بتحصل طبعاً. يعني مانشستر يونايتد انا بالنسبه لي اقرب حاجه برضو كمثال، لان انت برضو مانشستر يونايتد قد ايه كان نادي عظيم وبطولات وغيره ومعاه كريستيانو مره اخرى، ولكن ايه اللي حصل على الارض دلوقتي؟ ولا حاجه. فيعني والمبدا ذات نفسه ده احنا طول عمرنا من واحنا صغيرين نسمع يقول لك الرياضه مكسب وخساره، مكسب وخساره. من هنا اتوجدت اهميه التحلي بالروح الرياضيه، فكون ان في مكسب وارد معناه ان في خساره وارده، فده امر طبيعي. خلينا نرجع مره ثانيه للنادي الاهلي. عايزين نقول لكم برضو ان ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق اعلن عن قائمه الفريق استعدادا لمباراه فاركو، وضمت كل من محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمود متولي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، حسام حسن، وليد سليمان، ايمن اشرف، اليو ديانج، محمد مجدي قفشه، محمود وحيد، علي معلول، محمد محمود، بيرسي تاو، محمد عبد المنعم، لويس ميكيسوني، محمد هاني، محمد فخري، محمد اشرف، وزياد طارق. الحلو في الموضوع ان انت ابتديت تشوف اسماء للناشئين يا كريم طبعا. وهنا ده اللي احنا كنا بنقوله، كان لازم يكون في تجهيز مسبق لاي مشكله تحصل على الارض، والضغوطات اللي احنا اتكلمنا عنها امبارح تحديدا مع الاستاذ جمال، وقد ايه كان لازم يكون في بريبريشنز، او ان انت زي ما بيتقال الاهلي بمنحرة، ده معناه ان انا عندي كل اللعيبه سواء احتياطي او اساسي جاهز للعب في اي لحظه، لان ما حدش بقى عارف دلوقتي حجم الاصابات وغيره بسبب تراحم المباريات زي ما احنا
عارفين ومتابعين، فعشان كده فكره الاعتماد على الناشئين اعطائهم للفرصه بتهيألي ده فكر كان لازم بيحصل من فترات او من فتره شويه سابقه، بس كويس ان هو بيتم دلوقتي يعني. وعايزين نشوف سواريش برضو نظرته لتقييمه كمان الكامل للعيبه كلها، وهو قال كده بالمناسبه، هو اول ما جه قال لك انا ماليش دعوه ده نجم ومش نجم الكلام ده خالص، انا هقيم من الاول وجديد، واللي مش هيكون مناسب للنادي الاهلي مش هيكمل مع النادي الاهلي، وده برضو منطقي جدا وفار جدا. في قرارات امبارح كانت مهمه جدا من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه طبعا كابتن محمود الخطيب، اصدرها مساء امس تحديدا يعني بشان العديد من الملفات، كان في مقدمتها بالتاكيد ملف شركه الاهلي لكره القدم. خلينا نروح نتابع. هذه تحيات لكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، نستعرض مع حضراتكم في هذه الدقائق اهم وابرز قرارات مجلس اداره النادي الاهلي الذي انعقد بكامل هيئته اليوم وبرئاسه الكابتن محمود الخطيب في مقر النادي الاهلي بالجزيره الثلاثاء 2 اغسطس. المجلس الحقيقه في البدايه رحب بشركه الاهلي لكره القدم التي حضر اعضائها جميعا هذا الاجتماع، اجتماع مشترك الحقيقه برئاسه السيد ياسين منصور ومعه الدكتور مصطفى مراد فهمي نائب رئيس مجلس اداره الشركه، والكابتن علاء عبد الصادق عضو المجلس، وايضا السيد عمرو شاهين المدير التنفيذي لشركه الاهلي لكره القدم. في البدايه بعد ان رحب الكابتن محمود الخطيب بجميع الحضور، تم استعراض الحقيقه الموقف المتعلق بشركة الأهلي لكرة القدم ومسؤوليتها تجاه الفريق الأول لكرة القدم وكل ما يتعلق بشؤون كرة القدم. وفي البداية وافق المجلس بإجماع الآراء، مجلس إدارة النادي الأهلي بإجماع الآراء على تفويض الكابتن محمود الخطيب ممثلا عن الجمعية العمومية للشركة وممثلا لمجلس إدارة النادي الأهلي أيضا في التنسيق بين الشركة والنادي الأهلي، التنسيق الكامل في كل ما يتصل بجوانب إدارة شؤون كرة القدم. ثم استعرض الحقيقة استعرضت الشركة السياسات التي ستتبعها شركة كرة القدم فيما يتعلق بخصوص تسويق وبيع حقوق الرعاية والبث التلفزيوني، وكذلك آليات التي ستتبع أو الآليات التي ستتبعها الشركة في التعاقد مع الشركات أو الشركة العالمية الموردة للملابس الرياضية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وهي واحدة من كبريات الشركات العالمية، وأيضا رسوم الترخيص باستخدام العلامة التجارية للفريق الأول لكرة القدم، ملابس الفريق الأول لكرة القدم. ثالثا، تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لشركة الأهلي لكرة القدم، خاصة فيما يتعلق بإدارة الشركة والتوصيف الوظيفي الكامل لكل عناصر الشركة وهيكلها التنظيمي. أربعة، تم استعراض السياسات التي ستستخدمها شركة الأهلي لكرة القدم وتوقعاتها أيضا بشأن التدفقات المالية خلال الفترة من 2022 إلى 2025. كذلك استعرض المجلس في اجتماعه مع شركة الأهلي لكرة القدم العلامة التجارية اللي هي الشعار الخاص بالفريق الأول لكرة القدم، وكذا قطاع الناشئين وأكاديمية كرة القدم، وأيضا أكاديمية كرة القدم للسيدات، وقد اعتمد المجلس هذه الشعارات في جلسة اليوم. سادسا، الحقيقة أنه الشركة عرضت كافة التحاليل المالية والبيانات المتعلقة بنشاط كرة القدم خلال الفترة من 2017 حتى 2022. هذه البيانات وهذه المعلومات كانت لدى الشركة من حوالي 6 أشهر وكانت تقوم بدراستها. في هذه الجلسة عرضت الشركة التحليل الكامل لكافة البيانات المالية المتعلقة بنشاط كرة القدم خلال هذه الفترة ال5 سنوات الماضية من 2017 حتى 2022 وما يرتبط بها من عقود تجارية. وقدمت يعني تحليل كامل لكافة الجوانب المالية المتعلقة بالشركة، وقرر المجلس في هذا الإطار أن تتولى الشركة المسؤولية كاملة بمجرد الانتهاء من الموسم الرياضي الحالي ومطلع الموسم الرياضي القادم، مفروض أن هذا الموسم ينتهي في 31/8/2022، واستلام جميع الجوانب المتعلقة بنشاط كرة القدم
وكذا، ودي نقطة مهمة، اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه إنجاز جميع العقود التجارية للموسم الجديد والعقود التسويقية أيضا. كل ما يتعلق بالعقود التجارية والتسويقية أصبح مهمة شركة الأهلي لكرة القدم، وستبدأ في اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنجاز هذه العقود خلال الأيام القليلة المقبلة ومع بداية الموسم الرياضي المقبل إن شاء الله. سابعا، تم تكليف السيد عمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم بحضور الكونجرس الخاص بالكاف والمقرر انعقاده في دولة تنزانيا خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس الجاري، والمتعلق بإجراءات دوري السوبر الجديد، دوري السوبر الأفريقي الجديد المزمع إطلاقه الحقيقة والنسخة الجديدة منه. عمرو شاهين يمثل نادي الأهلي في هذا الاجتماع. أيضا وفي خبر مهم وأخير، وفي إطار الحقيقة التحضيرات التي تجري على قدم وساق، اعتمد المجلس، مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم، الجوانب المتعلقة بهذه التحضيرات والمخصصات المالية المتعلقة بتجهيزات الأثاث والفرش لفرع القاهرة الجديدة، الفرع الرابع للنادي الأهلي اللي هيكون موجود في منطقة التجمع بمدينة القاهرة الجديدة، وأيضا الأثاثات الخارجية في الحدائق وخلافه ومنطقة حدائق وملاعب الأطفال، وفي اهتمام كبير بها جدا. وكذلك كلف المجلس الاستشاري الهندسي للفرع الرابع بالقاهرة الجديدة صبور للبدء في تشكيل لجان الاستلام، وعلى الفور الحقيقة اللجان بتعمل ليل نهار من أجل استلام هذا المشروع خلال يعني أيام قليلة. وقد بلغت استثمارات إنشاء الفرع الجديد للنادي الأهلي في القاهرة الجديدة ما يقرب من مليار و600 مليون جنيه. من ضمن هذا المبلغ وهذه الاستثمارات قيمة الأرض اللي قام مجلس إدارة النادي الأهلي بسداد النسبة الأكبر منها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وده اللي يفسر الحقيقة يعني هذا المبلغ الكبير اللي تم استثماره. لكن اللافت والشاهد أنه تم إنشاء هذا الفرع الحقيقة طبقا لأحدث النظم والمعايير المتعلقة بإنشاءات الأندية الرياضية والاجتماعية، وعلى كل أهلاوي أن يفخر بهكذا فرع، هو مفخرة بالفعل، تمثل إنشاء رياضي واجتماعي فريد ومتميز، من حق عائلة النادي الأهلي وأعضاء الأهلي جميعا أن يفخروا به. إن شاء الله قريبا يعلن عن الافتتاح، ونحتفل ونهنئ أيضا أعضاء عائلة النادي الأهلي الجدد المنضمين لعضوية النادي الأهلي، واللي هيرتادوا هذا الفرع في هذه المنطقة الساحرة بالقاهرة الجديدة بمنطقة التجمع الخامس قريبا إن شاء الله. كل الشكر لحضراتكم، دائما يبقى النادي الأهلي في المقدمة، ومصر هي الوطن والملاذ وهي المظلة التي تجمعنا. شكرا لحضراتكم. طيب خلونا بقى حضرات نروح من قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي إلى تصريحات روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، واللي بثها الموقع الرسمي لاتحاد الكورة امبارح. أكد من خلالها أنه بيعمل برفقة جهازه المساعد على متابعة جميع اللاعبين المصريين في العالم، إلى جانب متابعتهم طبعا لكل التفاصيل المتعلقة بالدوري المصري، وقال سنعمل في كل المجالات التي يجب علينا أن نعمل على إدارتها جيدا، بالتأكيد نتابع كل من هم في المنتخب الآن ونتابع كل اللاعبين منهم المحترفين واللاعبين الناشئين في الخارج لنكون صورة واقعية واضحة عن اللاعب المصري. وكمان طلب البرتغالي روي فيتوريا جدول جميع الجولات المتبقية من عمر الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي من أجل متابعة جميع مباريات المسابقة وأيضا المباريات المتبقية في أرض الملعب للوقوف بمنتهى الدقة على مستويات جميع اللاعبين، وقال أنه كمان هيقوم بتوزيع المباريات على جهازه المعاون لتقديم تقرير شامل عن كل مباراة على حدة. وطلب فيتوريا تحديد مواعيد يقابل من خلالها جميع مدربي الفرق المشاركة في الدوري المصري الممتاز خلال الأيام القليلة المقبلة للتشاور معهم حول جميع الأمور الفنية وأيضا سماع آرائهم. حلوه النقطه الاخيره قوي اللي انت اتكلمت فيها دي، اول مره وغير مسبوق على فكره، ما حصلتش من مدير فني مؤخرا ان احنا سمعنا حاجه زي كده زي ده، او الفكر ده الى حد ما بيديك طمانينه شويه ان في زي ما هو جه وقال انا هطور كره القدم، فده معناه ان هو بيمشي على الخطوات دي ان هي هتوصله في الاخر لهذه النقطه، واعتقد اللي هي في غايه الاهميه حاليا، لان احنا محتاجين تطوير في كره القدم المصريه، ومنتهى الصراحه بنقولها مش هنتكسف، يعني مش نقول لا احنا كويسين قوي، احنا مش حلوين خالص، احنا مش كويسين خالص، يعني فالحق يقال، وشفنا
يعني. فان شاء الله اللي جاي ليه، دايما بحب انا اتفائل بجاي بيبقى كويس لما بيبقى فيه من دلوقتي شغل انت شايف ان هو بيحصل، لكن لو انت زي ما انت او محلك سر اكيد مش هيبقى فيه نتيجه مختلفه. بس بالشغل ده اعتقد ان في كده تطور هيحصل في كره القدم والمنظومه والفكر كمان. انت مش بس عايز تكنيك، انت عايز الفكر نفسه يختلف، اللاعب نفسه الديديكيشن يختلف، اللاعب زي ما كان معانا استاذ جمال. على فكره استاذ جمال امبارح قال كلام مهم جدا، قال لك برضو اللاعب عليه عامل كبير جدا اساسي. لما انت تبقى جايب له وموفر له كل حاجه بس الفكر هو ما عندوش حته المسؤوليه او ريسبونسبيلتي اللي هي لا انا ما ينفعش انزل، انا لازم اركز، انا لازم اصفي ذهني، انا لازم اكل صح، لازم اللايف ستايل بتاعي يبقى كذا، لازم حاجات كتيره جدا وريستريكشنز. ليه؟ لان انت لازم تدي شغلك اكتر حاجه عندك. وعلى الصعيد الثاني بتلاقي، ومعلش برضو يعني لعيبه الاهلي وانا لو هتكلم تحديدا هنا، هم ما فيش حد مش في ظهرهم، ما فيش حد ما بيدعمهمش لما بيدخلوا مكان ولا بيمشوا الشارع الدنيا بتتقلب ازاي. فانت عندك كل حاجه على الصعيد التاني، بس على الصعيد بتاعك بقى لازم تكون قد المسؤوليه، لازم تفرح لان انت وراك ملايين. احنا بنشتغل بس ما فيش ملايين من شغلنا هينبسطوا او هيزعلوا، بس انتوا انتوا لازم تشتغلوا، ولازم تشتغلوا قوي، لازم تعرفوا ان انتوا بتزعلوا ملايين وبتفرحوا ملايين. دي نقطه مهمه قوي. خلينا نكمل تصريحات فيتوريا زي ما قال، لان هو كمان استكمل وقال لست هنا للحديث عن الماضي، هذا يخص مدربين اخرين، ما يهمني هو نظره المستقبل، نحن هنا من اجل التفكير في المباريات الاربع المقبله في تصفيات امم افريقيا، ويجب ان نتحلى يعني بالجديه ونقاتل بالفوز او للفوز بهذه المباريات، وما يهمني وده المهم هو المستقبل وطريق التاهل. خلاص. وحلوه برضو هنا فكره اللي عدى عدى، يعني خلاص احنا لازم نفكر في اللي جاي، مش هنقعد بقى نقول اصل ومش عارف ايه. المهم ان احنا عندنا مشاكل معينه على الارض، المشاكل اللي على الارض دي هيتم حلها ازاي؟ احنا عايزين نشوف كجماهير مصريه برضو هيتم حلها ازاي؟ ما هو برضو مش بالكلام، ولا انت تختلف معايا؟ لا معاكي جدا، لازم. وحتى كمان على صعيد التحكيم حابه اقول لك حاجه بس ما تخلصي الكلام. نقطه برضو مهمه جدا. انت بس التحكيم ده هتقول فيه ايه؟ امبارح قلنا عايزين جهاز كشف الكيس. للمره الاولى هقول لك خبر عدل، تخيلي والله العظيم. شوف احنا بقى لنا قد ايه بنتكلم على الاخطاء التحكيميه وملف التحكيم. هو هقول لك خبر عدل للمره الاولى بعد طول غياب، بس اتقالي تاخدي حاجه دي. ماشي. عامه هي الجزئيه الاخيره اللي خاص بيها برضو فيتوريا هي كانت للجماهير المصريه. هو قال كده تحديدا من واقع طموحنا وارادتنا القويه في تقديم عمل كبير للمنتخب المصري، فاننا سنكرس ارواحنا وخبراتنا، ويعني زي ما بيتقال كده عايزين او نريدكم ان انتم تكونوا برضو يعني واثقين فينا وتدعمونا، ودي حاجه اعتقد مشروعه. واعتقد باي ذا واي برضو يعني فيتوريا هيلاقي ده، والمنتخب المصري ما فيش مره ابدا يعني في سنه من السنين ما كانش فيه دعم، حتى لما بنبقى كجماهير مصريه يعني زعلانين من الاداء برضو بنبقى بندعم. فاعتقد ده متوفر، ما فيش مشكله، بس يعني جو اهيد وربنا ان شاء الله يوفق المنتخب ان شاء الله. من ضمن الكلام اللي انت قلتيه يا هواند، قلت ايه؟ عندنا مشاكل على الارض، ودي حقيقه، ده امر واقع. احنا فعلا عندنا مشاكل على الارض، ومشاكل مش حكايه بقى كبيره ولا متوسطه الحجم بعيدا عن تصنيفها، هي مشاكل غير منطقيه، ما يصحش اصلا ان هي تكون حاصله، كما هو الحال مثلا في ملف التحكيم. احنا بقالنا كتير جدا مرسوم على وشوشنا كلنا كل علامات التعجب وعلامات الاستفهام وعلامات الاستنكار وعلامات الاستهجان لحاجات بنشوفها في مباريات كتيره، بالمناسبه اغلبها طبعا يخص النادي الاهلي، لكن الامر ما يخلاش في لقاءات الاهلي ما كانش طرف فيها باي حال من الاحوال، وبنشوف حاجات أغرب ما يمكن بتحصل على هذا الصعيد في هذا الملف التحكيم. في سياق بقى كرة القدم هنكمل كلامنا في نقطة التحكيم دي تحديدا، من المقرر أن يصل الإنجليزي مارك كلاتنبرج إلى القاهرة يوم 6 أغسطس إن شاء الله لبدء مهام عمله رسميا كرئيس للجنة تطوير التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، ودي حاجة حلوة. المفروض أنه إن شاء الله هيعقد جلسة مع الحكام المصريين بمجرد وصوله إلى القاهرة لتحديد جميع النقاط المتعلقة بتطوير منظومة التحكيم المصرية خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله. بالمناسبة كمان عايزين نقول لكم أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان تعاقد مع هذا الحكم الدولي الإنجليزي السابق الشهر اللي فات، وأكيد طبعا كلنا بنتمنى له كل التوفيق هو وكل المعاونين وكل اللي هيكونوا معاه في هذا الأمر أو في هذا الملف، لأن الحقيقة الملف ده لازم يتقفل بقى ونرجع نتفرج على منطق تحكيمي حاصل ومتحقق.
بس كده. نقطة حلوة جدا ان انت بتذكر المنطق، المنطق لما بيكون غايب في اي حاجة او في اي ملف بتبقى فيها مشكلة او بتأكد ان هيحصل مشكلة او هتظهر مشكلة. بالنسبة للشق بتاع التحكيم احنا اتكلمنا كتير جدا وزملاء وخبراء اتكلموا يعني في هذا المجال في الرياضة تحديدا على ملف التحكيم، ولكن يعني ملف التحكيم ما زال تاني عندنا مشكلة فيه. نتمنى ان برضو يعني مع فكرة هنا تطوير منظومة كرة القدم المصرية اكيد كمان منظومة التحكيم يتم تطويرها، لان احنا بالمناسبه كريمه احنا عندنا حكام محترمين جدا مصريين، عندنا حكام محترمين جدا باي ذا واي، الواحد ما بيتكلمش كده او بالمناسبه يعني علشان احنا محتاجين، احنا بنقول بس عندنا نقص فاحنا محتاجين اجانب، لا احنا عندنا كوادر كويسه جدا جدا، ولكن في حاجات بيغيب عنها المنطق في بعض الاحيان او في بعض المباريات، هي دي النقطه اللي احنا نتمنى ما تبقاش موجوده. اخطاء تحكيميه في العالم كله بتبقى بنسب معينه قد لا تتعدى 10% موجوده ومقبوله، لكن لما تعلى شويه او الليفل ده يعلى شويه او اتنين يبقى في لا منطق في الموضوع. لما الحكم ما يلجأش للفار والفار معمول علشان الحكم يعني بيبقى زي وسيله مساعده، هي دي تقنيه موجوده عشان كده ما يلجأش ليه، طب علامه استفهام. يعني حاجات زي دي كتير، مش عايزه اطول على حضراتكم، بس قبل ما نسيب هذا الملف برضو في نقطه مهمه جدا يعني لازم ان انا اتكلم فيها. زي ما احنا قلنا ان فيتوريا عليه حاجات كتيره جدا، احنا برضو كجماهير اعتقد يا كريم علينا ان احنا نصبر شويه لان دي نقطه مهمه. تاني احنا منتخب مصر المنتخب الوحيد اللي في العالم اللي بتتكلم اربع مدربين عدوا عليه في كام شهر، يعني تاني هي لو دورة رمضانية مش هيحصل كده، لو لو فريق في جامعة فريق يعني منتخب الجامعة مش هيحصل فيه كده، شيء غير مقبول ولا يليق. فأربع مدربين نتمنى، على فكرة هو يعني ردينا أو أبينا هو العقد بتاعه بيقول إن هو خلاص هو مكمل يعني ما فيش مجال إن هو يرحل قبل الموعد بتاعه حتى لو كانت النتائج إيه، وده أعتقد بيدي نوع من الاستقرار اللي إحنا محتاجينه، احنا محتاجين ده. فبرضو نصبر شويه، ده مهم جدا ان احنا نتكلم فيه، ما نحكمش بالماتش، احنا على فكره واصلين ان احنا كجماهير بنحكم بالشوطه، يعني لو الشوطه وحشه بنقلب الدنيا ولو الشوطه حلوه بنعلي الدنيا، ده برضو مش صح قوي. يعني هقول لك على حاجه، مين الضحيه الرئيسيه لكل الهرتله الكرويه اللي بتحصل في الفتره الاخيره؟ وهم الجماهير. أكتر ناس دمهم بيتحرق لما بيكون المنطق غايب هم الجماهير. فبيني وبينك في بعض الأحيان ساعات بيبقى فيه إيه، عارفة الطمع المشروع اللي أنت تبقى متعشمة في حاجة وشايفة أن أنت طبيعي أن أنت تحصلي عليها لأن أنت عندك اللعيبة اللي يأهلوكي لده، وتلاقي أن ده مش حاصل. فطبيعي جدا لما يكون العشم مش في محله بتحصل يعني حالة حزن وبتحصل حالة غضب يعني. فالجماهير لها الله الحقيقة، ونتمنى إن شاء الله أن جماهير كرة القدم المصرية الفترة الجاية تجد ما يسرها، وبالمناسبة بالذات كمان على صعيد المنتخب، لأن احنا في الآخر بنتكلم على منتخب مصر لكرة القدم بعيدا بقى عن التفاصيل بتاعة اللعيب الفلاني من أنهي نادي إلى آخره. تعالوا بقى نقول لكم على خبر مختلف حبتين. امبارح وصلت البعثة المصرية المقرر لها المشاركة في تحدي عبور بحر المانش إلى لندن استعدادا لخوض المحاولة المقرر لها يوم 6 أغسطس إن شاء الله. بتضم البعثة الكابتن خالد شلبي والسباحة الأولمبية شروات حافظ والسباح أحمد أسامة والسباح محمد الحسيني. وكان في استقبال البعثة عدد من أبناء الجالية المصرية المتواجدين في لندن. الحقيقة وزارة الشباب والرياضة كانت حريصة على دعم كل الأبطال الرياضيين إن هم يحققوا الإنجازات الرياضية لمصر ويسجلوا أرقام قياسية جديدة في مختلف المنافسات، تأكيدا على تطور وعلى ريادة الرياضة المصرية في ظل الدعم اللامحدود من قبل القيادة السياسية. بالمناسبة السباح المصري وائل الغرباوي كان قام بالمحاولة الأولى لعبور المانش في يونيو اللي فات، وللأسف الشديد لم يحالفه الحظ في هذه المحاولة، ويعني بيتم تنفيذ ثاني المحاولات لعبور المانش يوم 6 أغسطس من خلال 5 سباحين يتقدمهم كابتن خالد شلبي، محمد الحسيني متلازمة داون، أحمد أسامة بطل بورسعيد، بالإضافة إلى سباحتين من ألمانيا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وأكيد بنتمنى التوفيق للجميع. خبر حلو، واحنا عملنا فقره تحديدا كان معانا بطل قبل كده واتكلمنا عن حاجه زي كده برضو. اي مصري بيرفع اسم مصر في اي محفل دولي ده شيء بيسعدنا كلنا، يعني اكيد كلنا بنكون متشرفين. زي الخبر اللي جاي تحديدا، وهي شابه مصريه جميله جدا اسمها مورجان يعني او مورجان حسب بقى ما انتوا عايزين تنطقوها، بس هي جميله جدا، وهي فازت بميداليتين ذهبيتين في بطوله الشباب للرمايه اللي في معموله او مقامه في المملكه المتحده طبعا. وعايزه اقول لحضراتكم ده تحت سن 21، احنا بنتكلم يعني لسه ناشئين او شباب صغير، ده خلال طبعا 2022. واعتقد
حاجة محترمة جدا جدا ان انت تلاقي برضو تاني بنت من بنات مصر بالخارج، وهم دول اللي بيتقال عليهم سفراءنا في الخارج، حاجة بجد جميلة. وناس كتيرة لحضراتكم دخلتوا على تويتر اسمها، ناس كتير مباركة لها، فحلو ده، انا بنبسط. احنا على فكرة بقالنا فترة عمالين كل شوية نجيب اسماء لشباب رياضي مصري بينجح بشكل كبير جدا وغير مسبوق يا كريم في الخارج، في بطولات دولية. دي ما كناش يا جماعة من 10 سنين بنسمعها خالص، ده كان كل اسم ايه فين وفين لما بنسمع بنفرح قوي بقى بيه. فاكر كان زمان اسمه ايه، استنى، كان بطل رفع الاثقال، كان اسمه ايه اللي فاز واحنا صغيرين قوي، وانا كنت صغير في مرحله عمريه مختلفه، ما تنسيش دي يا ست الكل. انا ايام الحفريات ما كانش في الاسماء اللي انت بتقولي. انت عارف انا فاكره الجائزه بتاعته كان وقتها رقم، اخذ 1,000,000 جنيه. لو حد من الاعدادي فكرنا يا جماعه. ماشي، على كل الاحوال اكيد حاجه لطيفه جدا ان احنا يعني نستعرض مع حضراتكم من خلال حلقات البرنامج ده نماذج مشرقه ومشرفه ومضيئه للمصريين، اللي لما بتتاح ليهم الفرصه ولما بتكون تحت ايديهم الامكانيات المطلوبه بيولعوا الدنيا بالمعنى الحرفي. احنا نفسنا بقى ان كل المصريين يولعوها من جوه مصر. كرم جابر ولا كرم جابر؟ كرم جابر. أنا اللي افتكرته. طبعا الحمد لله. يعني فكره ان احنا اكيد حاجه تسعدنا وتشرفنا لما نشوف ان في لاعب مصري او لعيبه مصريه بيلعبوا في اي دوري في اوروبا او في امريكا الى اخره، ايا كان نوع الرياضه، حاجه تفرحنا. لكن اللي يفرحنا اكتر ان احنا نشوفهم ناجحين كده ومتفوقين كده في بلدهم، لما تكون الامكانيات اللي بيشوفوها بره واللي بيحصلوا عليها بره متحققه ومتوفره بالنسبه لهم جوه بلدهم. ده حلم اعتقد ان شاء الله وارد جدا ان احنا نوصل له وقريب، لان احنا شفنا الفتره اللي فاتت كتير من الحاجات، كتير من المظاهر اللي تؤكد لنا ان على صعيد الرياضه في طوبه اترمت في الميه الراكده نتج عنها حركه مثمره ان شاء الله في الفتره الجايه. تعالوا بقى نتكلم على كاس العالم 2030. تقدمت الارجنتين والاوروجواي وتشيلي والباراجواي بملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030 على ملعب سانيتاريو في أوروغواي، وهو الملعب اللي استضاف البطولة أو المباراة النهائية سنة 1930. الماتش ده كان ما بين الأوروغواي والأرجنتين، ويعني بالهدف ده من الترشح أنه هيكون مر 100 سنة على هذا الحدث. وبالتالي وجهة نظر رئيس الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم أن دي فكرة يعني مهمة، أن دي ذكرى مئوية تأسيس كأس العالم، وبالتالي يجب أن يعود إلى موطنه الأصلي. عشان كده شفنا أن في 4 دول بتشارك في هذا الملف. كمان وزير الرياضة الأوروغواني قال ما يجب أن نركز عليه هو الذكرى المئوية لكأس العالم، سيكون الاحتفال بمرور 100 عام على أول كأس عالم هنا عودة إلى الأسطورة والعودة إلى الجذور. طبعا في حال استضافة أمريكا الجنوبية للنسخة دي اللي هي نسخة 2030 بشكل رسمي، هتكون دي النسخة رقم 6 من كأس العالم اللي تقام هناك بعد عام 1930 كانت في الأوروغواي، 1950 كانت البرازيل، 62 كانت في تشيلي، 78 كانت في الأرجنتين، و2014 كانت في البرازيل. وكأس العالم ده حدوته ثانيه ومتعه ثانيه خالص. بص طبعا احنا بص الفكره ان انت دلوقتي بقى عندك ملف مشترك بين دول، دي حاجه كويسه. نتمنى مصر برضو تفاجئنا كده بملف مشترك اكيد مع دوله. والفكره برضو ان ربما ده يكون افضل يا كريم، يعني احنا نقدر نقول ان كمان لو احنا هنتكلم عن الدول والملفات المختلفه المطروحه، خليني اقول لحضراتكم الملف الامريكي برضو الجنوبي في المقابل كمان عندك الترشيح المشترك لاسبانيا والبرتغال اللي اعلنوا عنه مفروض تقريبا في يونيو 2021. اللي تراجع بقى عن ده كان بريطانيا، الملف البريطاني والايرلندي عن اصلا فكره الترشيح المشترك، يعني على فكره هنا لان هم عايزين يركزوا على استضافه كاس اوروبا 2028 لو انا فاكره مظبوط يعني. على كل حال انا شايفه ان ده كويس جدا، وتاني بنقول ان شاء الله نلاقي برضو حاجه ملف مشترك بين مصر مثلا واي دوله ما، ده هيبقى اعتقد يا ستي ولوحدنا ليه لا؟ احنا زي الفل. ما هو السيستم هيبقى كده، ملف مشترك. انت اتكلمتي كام مره على نجاح مصر المدوي في تنظيم مثلا بطولات عالميه، كاس العالم مثلا لكره اليد، بطوله مش عارف بطوله العالم للرمايه، احنا زي الفل يا ست. ايوه بس هو السيستم هيبقى كده. لا مش على الوضع اللي احنا عليه، لا ان شاء الله يكون يعني في وقت تكون كره القدم المصريه فيه تحديدا يعني كما ينبغي ان تكون. طيب خلينا نروح فاصل زي ما احنا متعودين مع حضراتكم، اكيد لسه اخبارنا ما خلصتش، فاصل نرجع نكمل. صباح الفل والهنا مره كمان على حضراتكم، وخلونا دلوقتي نروح زي ما احنا متعودين نتابع اخبار النادي الاهلي في الفرع دلوقتي حاليا، وهنا ابو القاسم متواجده عشان تطلعنا من فرع الجزيره ايه اخر الاخبار والمستجدات الخاصه كمان بالفرق المختلفه. هنا صباح الفل وبونجور عليكي، وخلينا نعرف منك اخر الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي، اتفضلي.
يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. يعني قبل ما نبدأ فقرة أخبارنا النهاردة، طبعا بتمنى كل التوفيق لرجال كرة القدم في مباراتهم اليوم أمام فريق فاركو. إن شاء الله يستعيدوا مستواهم مرة أخرى، يعملوا مباراة كبيرة بتليق باسم النادي الأهلي، وسيظل طبعا النادي الأهلي دائما وأبدا أعظم نادي في الكون. خلونا بقى نروح لأخبارنا اليوم. حقيقة أخبارنا كلها متعلقة بالألعاب الأخرى، يعني طبعا جميع الفرق خلاص بدأت الاستعداد للموسم الجديد، كلهم عندهم هدف واحد هو اقتناص جميع البطولات وإن هم يعملوا إن شاء الله موسم استثنائي. يعني رجال كرة اليد النهاردة بيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تدريب بدني الساعة 3 في صالة الجيم، بعد كده هيكون عندهم تدريب فني في الصالة استعدادا بقى للبطولات القادمة. هيكون عندهم بداية بطولة الدوري شهر 9 المقبل، وكمان بطولة افريقيا واللي هتقام في تونس ايضا في شهر 9، وبعد كده هيكون عندهم بطولة سوبر جلوب هتقام في شهر 10. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، ان شاء الله يقدروا يقتنصوا الثلاث بطولات. كمان بقى سيدات كرة اليد امس اعلنوا التعاقد مع اللاعبة التونسية سعيدة رجب، ده هيكون لمدة موسمين لتدعيم بقى صفوف الفريق. اللاعبة طبعا اعربت عن سعادتها الشديدة للانضمام لفريق النادي الأهلي، إن شاء الله هتبدأ بقى أن هي تلتحق بالتدريبات الجماعية في الأيام القادمة، نتمنى لها طبعا كل التوفيق. نروح بقى للعبة كرة السلة، أيضا سيدات كرة السلة بيواصلوا تدريباتهم استعدادا للموسم الجديد، والحقيقة أنه الخبر صار لجميع الأهلوية هو مشاركة كليوباترا كرة السلة اللاعبة سوريا محمد في التدريبات الجماعية للفريق، ده طبعا بعد تعافيها من الإصابة. يعني كانت أصيبت الموسم الماضي بقطع في رباط الصليبي، لكن خلاص أصبحت جاهزة للمشاركة مع الفريق طبعا بشكل طبيعي جدا. يعني سوريا إضافة كبيرة الحقيقة، بنتمنى لها كل التوفيق وبنقول لها الحمد لله على السلامة، إن شاء الله تعمل موسم مميز زي ما عودتنا كالعادة. كمان بقى شباب كرة السلة، طبعا منتخبنا الوطني تحت 18 سنة كان غادر أمس لمدغشقر استعدادا لبطولة أفريقيا. البطولة زي ما قلت بتقام في مدغشقر وهتكون من 4 ل 14 أغسطس، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلينا أقول لكم إنه السداسي النادي الأهلي بيشارك في قائمة منتخبنا الوطني، يعني اللاعب بيبو زهران، كريم الجزاوي، سيف هنداوي، محمد طارق خيري، علي وحيد، ويوسف عمرو. طبعا بنتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق، ان شاء الله يقدروا يقتنصوا البطوله. اخيرا بقى نروح لكره الطايره، رجال كره الطايره ايضا بيواصلوا تدريباتهم استعدادا للموسم الجديد. كمان يا نهاوندو يا كريم، خليني اقول لكم انه منتخبنا الوطني لكره الطايره دلوقتي في معسكر مغلق بيستعدوا طبعا لبطوله كاس العالم اللي هتقام في سلوفينيا. يعني خليني اقول لكم ان هم بيستعدوا بشكل قوي جدا. القائمه المبدئيه حتى الان الحقيقه بتشهد على مشاركه عدد كبير جدا من نجوم النادي الاهلي، لكن لسه القائمه النهائيه لمنتخبنا الوطني لم تعلن بعد. يعني دي كانت أبرز أخبار الفرق الرياضية المختلفة. قبل طبعا ما اختم كلامي، حابة أهنى الحقيقة معجزة تنس الطاولة اللاعبة هنا جودة بعد تصدرها التصنيف العالمي لتنس الطاولة طبعا تحت 17 سنة وفقا للاتحاد الدولي للعبة. يعني الحقيقة أن هنا كانت عملت السنة الماضية موسم استثنائي، قدرت تحقق 3 ميداليات ذهب في بطولات مختلفة، دايما الحقيقة بتبهرنا بأدائها المميز. يعني طبعا كلنا نبأ لها بمستقبل باهر، طبعا بقول لها مبروك مرة تانية. يعني يا نهواندو يا كريم، دي كانت أبرز أخبارنا من داخل مقر نادي الأهلي بالجزيرة، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. تغطية رائعة بنشكرك عليها زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم، وحلو الفيو اللي احنا شفناه. يعني انت بتتكلم في الساعة تقريبا يعني ايه 10 وشوية الصبح، وشايف الأعضاء يعني في توافد كبير. وعلى فكرة انت لو رحت بدري عن كده برضو هتلاقي ناس من بدري من 6 الصبح بيلفوا التراك وكبار السن بصفة خاصة. فاكر احنا جينا فترة كنا بنروح النادي بدري أنا وأنت كتير، كنا بنشوف كبار السن بجد تحديدا، وقلت الكلام ده لحضراتكم من سنة. كبار السن لا، أنت بتتكلم في اللي هو 70 بلس، يعني مش كبار السن اللي هو خمسينات. كبار لا، هو خمسينات مش كبار السن برضو، انا مش يعني 70 و80 بلس.
وناس ما شاء الله عليهم، وفي كابلز يعني تلاقي راجل ومراته وجد وجده ماشيين تمشوا في التراك بتاع، يعني الواحد بيبقى مكسوف والله. هو بجد حلو، حلو مشاهد تلاقيها حلوه جدا، وناس كويسه قوي، وناس تقابلك تقعد تتكلم معاك، وحتى الفريق شاغل دماغهم والكوره والبطولات، ويقعدوا يسالوك ايه اللي جاي. فانا بحب كده. بص يا كريم هقول لك على حاجه موجوده، ودي يعني بجد مش كلام الواحد طالع يقوله خلاص، لان ده ملموس في الشارع. انت لما بتيجي تمشي في حته، بس مجرد ان انت تاني بتنتمي للنادي الاهلي، سواء مذيع، سواء بتشتغل في النادي، سواء في اللاعب في مجلس الاداره، في اي حاجه خاصه بالنادي الاهلي، الناس بتعمل لك 100 قيمه، وبتعمل لك يعني اقول ايه، بتفرشك الارض ورد زي ما بتقال. انا لما بروح احط بنزين، لما بشتري حاجه اونلاين، بس مجرد بيعرفوا ان انا مذيع قناه الاهلي، انا بقول لحضراتكم والله العظيم يعني تلاقي الناس عايزه تديك حاجات ببلاش، الناس تيجي تسلم عليك. في حاجه كبيره ورا هذا الكيان، نتمنى ان هذا الكيان نفضل بندعمه، نتمنى ان هذا الكيان يفضل بيسعدنا. شوف يعني على الصعيدين، يفضل بيسعدنا ونفضل بندعمه، لان هي معادله واحده يا كريم. وده اللي احنا نعرفه من ساعه ما اتولدنا على فكره، فشفنا اهالينا وشفنا جدودنا وشفنا وبعد كده اللي بعدنا، الاجيال اللي بعدنا بتشوف، يعني ده اللي احنا نعرفه. ف ان شاء الله عادي، الكل جواد كبوه، وباذن الله ده هيعدي. وحصل قبل كده، برجع اقول في اجيال قديمه، وهم اللي كلموا حضراتكم لما كانوا بيجوا لنا الضيوف، هم اللي بيحكوا بنفسهم ازاي كان على مر التاريخ في دروبس بتحصل، وده وارد جدا. بس بنرجع نقف على رجلينا مره ثانيه، مش عايزين اي حد يدخل ما بيننا، مش عايزين اي حد يقعد يكبر المواضيع، مش عايزين اي حد يعمل فتنه. الكلام ده اكيد احنا مش طالعين نقوله ان احنا يعني بننظر، بس ده الواقع اللي بيحصل مؤخرا زياده على النادي الاهلي. فنتمنى ان احنا نكون بس اذكى من كده، ونتصدى للحاجات دي، حتى بان احنا نعتبرها حاجات ملهاش قيمه. يعني عارف انت لما بيبقى في كلام ملوش لازمه، ما تديلوش اهميه وخلاص، حتى ما تردش. هي دي اللي احنا، او ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي. عموما الناس الحلوه اللي انت بتتكلمي عليها، اللي احنا بنشوفها كل مره بنروح فيها النادي، وبصفه خاصه حتى كبار السن، الناس اللي انت بتقولي ان النادي الاهلي شاغلهم وشاغل بالهم على طول، اهو الناس دي بالتحديد ما ينفعش حد يعني ايه يزعلها، ما تستحقش. لان لو هنتكلم على المعادله اللي بتضم جماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي على مختلف العصور، حقيقه كلمه حق لازم تتقال. الجزء المتعلق بالجماهير لا غبار عليه، طول عمر جماهير النادي الاهلي عامله اللي عليها وزياده، عشان كده هي تستحق ان احنا دايما نفرحها. تعالوا بقى نروح على مقر جريده البوابه نيوز، وزميلتنا العزيزه نورهان طمان هي موجوده هناك عشان تعرفنا على اخر الاخبار الرياضيه واخر المستجدات في كافه الصحف والمواقع. صباح الفل عليك يا نورهان، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة البوابة نيوز زي ما قلت يا كريم، نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. ويمكن أول خبر معانا من جريدة الشروق، والإعلان عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وفاركو. الغندور حكم لمباراة الأهلي وفاركو ومحمود عاشور للفار. أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة اليوم بين الأهلي وفاركو في إطار الجولة 28 من بطولة الدوري العام، واللي هتقام إن شاء الله في 9 مساء على ملعب الأهلي والسلام. ويدير المباراة أحمد الغندور حكم، وعلى الفيديو كابتن محمود عاشور ومساعد الفيديو أسامة السيد. تاني خبر معانا من جريدة اليوم السابع، منتخب الشباب يلتقي الجزائر في نصف نهائي كأس العرب. اليوم إن شاء الله منتخب الشباب مواليد 2003 يلتقي نظيره الجزائري في نصف نهائي كأس العرب، بعدما تغلب المنتخب المصري على المنتخب المغربي بهدفين دون رد، وكان الجزائر تغلب على تونس بهدف دون رد. أما من جريدة أو موقع البوابة نيوز، فاتحاد الملاكمة يشكر اللجنة الأولمبية على دعمها للبطولة العربية للقاهرة، ويقدم الاتحاد المصري للملاكمة الشكر للجنة الأولمبية طبعا على دعمها وكل ما قدمته من جهود لإنجاح النسخة الخامسة من البطولة العربية للملاكمة، واللي تقام في مصر من 1 أغسطس وحتى 7 أغسطس الجاري. يمكن آخر خبر معانا، ونجمنا المصري محمد صلاح دائما في الصورة، من موقع يلا كورة، الأكثر تألقا قبل انطلاق بريمير ليج، صلاح يظهر في القائمة. طبعا يترقب اليوم، يترقب في خلال الأيام المقبلة عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان بداية موسم جديد للدوري الإنجليزي، وهو الدوري الأكثر متعة في العالم. كمان خلينا نقول لكم أنه أرسنال هيفتتح البطولة بمواجهة نظير
ستيزيرو كريستال بالاس في المباراة الافتتاحية زي ما قلنا لكم يوم الجمعة المقبل الموافق 5 أغسطس. أما بقى نجمنا المصري محمد صلاح فتواجد في قائمة الأفضل في طبعا والمتوقع طبعا تألقهم في البطولة الجديدة بعد ما حصل على لقب هداف البطولة الماضية ولقب أفضل صانع ألعاب، بالإضافة إلى أنه سجل يمكن في 4 مباريات يعني أهداف في المباريات الودية، وكمان محمد صلاح سجل في مباراة الدرع الخيرية اللي كانت أمام مانشستر سيتي واللي حقق ليفربول فيها اللقب، سجل هدف وصنع الآخر في المباراة اللي انتهت بفوز ريدز ب3 أهداف مقابل هدف. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة بوابة نيوز. شكرا لكم جدا وأعود إلى الاستوديو. شكرا جزيلا ليك زميلتنا العزيزة نورهان طمان على هذه التغطية المتميزة كالمعتاد. وإحنا كده يا حضرات نكون خلصنا الجزء الأول من حلقة النهاردة. اسمحونا نطلع فاصل سريع ومجرد العودة منه نفتتح بقى معاكم أول فقرة حوارية للفقرة اللي هينورنا من خلالها كابتن أحمد عبد الفتاح واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين، فخليكم معنا. زي ما حضراتكم عارفين ماتش مهم جدا عندنا النهارده باذن الله امام فاركو، زي ما قلنا قبل كده وزي ما احنا متعودين الاهلي بينافس اكيد لاخر لحظه حتى لو كانت الظروف مش حلوه، حتى لو كان عندك ايه، احنا عارفين كل التحديات اللي الاهلي حاليا بيواجهها وعارفين ان الجماهير مش مبسوطه وعارفين ان في ربما تقصير وعارفين ان عندنا مشاكل، لكن لسه الدوري بلغه الارقام في الملعب ولازم اللعيبه تعمل اللي عليها لاخر مباراه. خلينا هنتكلم في كل ده وهنفتح اكيد ملفات اخرى وتحديات اخرى للمرحله القادمه. خلينا نرحب بكابتن احمد عبد الفتاح نجم الاهلي السابق المنورنا. بونجور جدا يا كابتن احمد، ومش عارفه انا حاساك متفائل الفتره الجايه ان شاء الله. انا بهزر لان العكس هو اللي باين. صباح الخير على جمهور النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي وعليكم. صباح الفل. طبعا لازم يكون عندنا تفاؤل اكيد. لعيبه النادي الاهلي حطت مواقف كتير. حصلت قبل كده كابتن احمد ده انت خير بتقول لنا يعني كتير. زي ما انا وكريم كنا بنتكلم كده في الانترو، كبوات بتعدي على اي حد وفي نفس الوقت انت ما ينفعش تفضل التوب على طول، ما لازم أكيد. يحصل ده. وانت كنت لاعب سابق ونجم من نجوم النادي الاهلي وبتنتمي لجيل، كنت بدردش معاك قبل ما نطلع الهواء بقول لك ان الجيل بتاعك والكام جيل اللي قبليه والكام جيل اللي بعديه الحقيقه طبعا مريتوا بتحديات كتير، مريتوا بفترات كبوات انتوا كمان بطبيعه الحال ان دي كره القدم، لكن كان في كواليتي مختلفه من التعامل من اللعيبه، وانا هنا بتكلم عن اللعيبه بصفه خاصه، كان في كواليتي مختلف من التعامل مع الازمات. كنتوا بتعملوا ايه وبتهندلوا ازاي اي كبوه بتمروا بيها؟ والله يعني حاجات اوقات كتيره كنا بنبقى بعيد عن المنافسه مثلا، وبلاقي مثلا في اوقات افتكر موسم مثلا دوري 93 94 كان دوري صعب جدا، وكان الدور الاولاني مثلا فرق بيننا وبين نادي الزمالك متفوق ب 13 بونت. فرق كبير طبعا. لكن لعيبه النادي الاهلي الكبار كابتن شوبير كابتن عبد الصادق طبعا نجوم كبار كابتن ايمن شاوي كابتن حسام حسن اسامي كبيره، كان بنتجمع في بيت مثلا كابتن الفريق وكابتن شوبير جمع الفرقه كلها على العشاء مع اتفاق مع مدير الكره. انا عايز بس اقول صباح الفل كابتن شوبير ان هو بيتابعنا على فكره كتير في 10 الصبح في الاهلي. تحياتنا ليه كابتن شوبير. جمعنا في البيت عنده مع اتفاق مع كابتن طارق السليم طبعا مدير الكوره، جمع اللعيبه الكبار كل اللعيبه الصغيره كل مع بعض نقعد قاعده مع بعض نتعشى بدون اي حد من الجهاز الفني، اللعيبه مع بعض اللعيبه الكبار اللي بتتكلم احنا عندنا مشكله الفتره الجايه لازم نتكاتف لازم نحط ايدينا في ايد بعض، جماهير النادي الاهلي لا تقبل الهزيمه بالزبط. باستمرار النادي الاهلي حتى لعيبه النادي الاهلي مش متعودين على مدار اجيال كبيره جدا بيقول لك ايه النادي الاهلي ما خسرش ماتشين ورا بعض. احنا بقالنا 20 سنه ما خسرناش الدوري مرتين ورا بعض برضه. فحاجات كتير كانت بتحصل تكاتف، اللعيبه بتقرب من بعض، المشاكل كلها بتخلص حتى لو في مشكله بين اللعيب والتاني. ده اللي كان بيحصل. فكرك ده مش حاصل حاليا عشان كده شفنا اللي احنا شايفينه. والله بص الظروف انا شايف ان الموسم ده واللي قبليه فيه ظروف استثنائيه صعبه جدا قويه جدا احنا اتكلمنا فيها، بس هي عشان اول مره تحصل احنا مش حاسين اثار على لعيبه النادي الاهلي. خلينا واضحين وده بنشوفه في اداء النادي الاهلي وبنشوفه في حجم الاصابات اللي بتحصل. احنا المباراه اللي فاتت اول 5 دقائق عندك احمد عبد القادر وصلاح محسن بيخرجوا باول 5 دقائق، ده يعني 5 دقائق ده لسه ما عملش حاجه، يعني هو بيسخن اشتغل بس 25 دقيقه لو تسخين
هو اللي عمل فيهم المجهود ده. طب ده دي اكيد في حاجه مشكله كبيره قبليها عمرو السولية، قبليها عمرو حمدي فتحي اللي هو بقاله مثلا حوالي مثلا شهرين عمال يرجع يخش في اصابه ويرجع في اصابه يخش في اصابه. ففي مشكله كبيره بتقابل لعيبه النادي الاهلي اللي هم لاعبين عدد كبير جدا من المباريات خلال الموسمين. مشكله الكورونا او مشكله حصلت او تلاحم المواسم حطتنا في مشكله كبيره جدا. وليه النادي الاهلي هو اللي في المشكله دي؟ لان هو بيشارك في كل البطولات يا كابتن. لا وغير كده يا جماعه مش ذنبنا ان احنا كبار يعني. ايوه مش بيشارك بس، بيوصل للمباراه النهائيه. المباراه النهائيه يعني دي يعني بيلعب عدد مباريات قد ايه، بيسافر كام سفريه، بيرجع من السفريه ويرجع على المباراه في الدوري المصري، بيرجع على مباراه كاس مصر، لعيبه المنتخب تروح تجري على البطوله العربيه، جري على منتخب مصر. ده احنا تعبنا والله، احنا كمذيعين تعبنا. قديم وجديد ومفتوحين على بعض. مشكله كبيره جدا بتقابلنا، بس احنا برضه عشان اول مره تحصل لعيبه النادي الاهلي، وبنشوف مثلا اداء النادي الاهلي وبنقول ايه ده، لا لعيبه النادي الاهلي بتتدلع، لا لعيبه النادي الاهلي مش قادره، لا لعيبه النادي الاهلي فعلا عندهم مشكله كبيره جدا كبيره. هل انا مش عارف بقى هي اجهاد او بسبب فترات الراحه الطويله اللي كان بيديها مستر موسيماني خلال توليه المسؤوليه. ده الشغل البدني، ده الشغل البدني ده حاجه مهمه جدا في اداء اللاعب. في حاجه ملخبطه في اداء النادي الاهلي. ايه هي؟ محدش عارف يحط ايديه على المشكله، لان حتى مستر سواريش قال لك انا ما بمرنش، الراجل بيشتغل اربع ايام. فعلا احنا بنيجي نشتغل كمدربين، يكون عندنا مباراة كل 3 ايام، بنرجع من المباراة بندي اللعيبة اللي لعبت ال 90 دقيقة ربع ساعة كده جري كده خفيف. اليوم الثاني تلاقي مثلا بتحضر الماتش اللي بعديه، تشتغل مثلا كور ثابتة، ما بتلحقش، هو ما بيمرنش، هيشتغل حتى لو يجي يشتغل تكتيك معاهم يحفظهم حاجة محتاجة مجهود شوية بيخاف. لكن الإصابات النادي الأهلي فيها مشكلة كبيرة جدا. اللي احنا فيه ده احنا في مشكلة كبيرة جدا. ساعات ببقى قاعد مع نفسي، أنا مع نفسي أقول إيه؟ طبعا مش صاحب قرار، أقول إيه؟ لا لازم النادي الاهلي يعتذر عن بطوله واتنين لغايه اللعيبه دي ترتاح. اصل احنا دلوقتي عمالين نتكلم نقول ايه؟ اللعيبه دي مقصره، اللعيبه دي لازم تتغير ونجيب. لا يا جماعه، اللعيبه دي نفسها اللي خدت 2 بطوله افريقيا وكنا مبسوطين بيهم ومبسوطين بادائهم، لكن احنا دلوقتي مش فاكرين غير الاداء السيء اللي بيحصل دلوقتي. لا يا جماعه، لازم عشان نحلل اللعيبه دي لازم نشوف الموضوع ايه. انا والله وانا بعد بقول لا، طب نعتذر ما نكملش الدوري، طب ما نلعبش كاس مصر، طب نعتذر عن بطوله افريقيا السنه الجايه، ولا نبتدي نعتمد على الناشئين وعلى البدلاء ونجهزهم التجهيز ده؟ لان برضو كان مفروض الرؤيه دي من بدري شويه كابتن احمد. ده اكيد بص، اي مدير فني اجنبي او اي مدير فني عايز ينجح عايز اللعيب الجاهز. هيجي هتعتمدي على كام لاعب ناشئ؟ بكتير قوي لاعب عندنا كويسين قوي. هتعتمدي على 2 أو 3. ماشي، هنقول 3. احنا عندنا دلوقتي زياد طارق وكريم وفخري بدأ يخشوا شويه بشويه، لكن هي محتاجه وقت شويه، محتاجه وقت من بدايه الموسم. لازم سواريش يكون بيتفرج على الناشئين، مقدم قطاع الناشئين، مقدم له تقارير باللعيبه المميزه عنده، يبدا ينزل يشوف الماتشات. قطاع الناشئين برده لسه بيحضروا فتره الاعداد ولسه الماتشات ما بداتش، يعني لسه هيشوفهم فين، لسه لازم الموسم يبتدي عشان يشوف يختار لاعب او 2 أو 3. بس تبقى في الخطه يعني لكن اكيد في الخطه. لازم الفتره الجايه لازم دور، انا من وجهه نظري الدور لجنه الكوره لازم تتفعل شويه في اختيار اللعيبه. انا شايف ان احنا غلطنا غلطه شويه مع مستر موسيماني، ان هو اعتمدنا عليه في ان هو يجيب اللعيبه. خلينا بعد اذنك كابتن احمد، عشان النقطه دي مليانه تفاصيل الحقيقه، وفعلا ابتداء من وقت يعني بيتسو موسيماني وجلب لعيبه معينه، يمكن واحد منهم بصفه خاصه ادى بين اماره اول كام ماتش والدنيا هاصت وبعد كده ما شفناش حاجه. خلينا بعد اذنك نقف عند التفصيله دي كويس. نطلع فاصل ونرجع بعديها نكمل. تمام، اتفضل. طب في سؤال، لو احنا هنبص لقدام شويه، يعني الدوري الحالي اللي احنا فيه ده هيخلص شهر 9، الموسم الجديد هيبدا شهر 10، هنعمل ايه عشان بجد والله عشان الموضوع بقى متعب جدا، هنعمل ايه عشان نتفادى الشيء المتكرر والسخيف كل موسم؟ يعني هل في اجابه؟ هل في حاجه هتفاجئنا مثلا في النص كده هتحصل، ولا احنا هنستمر بهذا الوضع برضو كابتن احمد عشان الناس تبقى فاهمه، عشان احنا نبقى فاهمين الضغوطات والتلحمات والارهاق والاصابات اللي احنا بنشهدها بقالنا موسمين مكمله معانا؟ اكيد يعني ده السؤال. ايوه طبعا اكيد. طب وبعدين والله هو يعني الـ يعني السنه الجايه الموضوع هيبقى خف شويه، لان ارتباطات المنتخب هتبقى قليله،
ما عندكش بطولة أفريقيا، ما عندكش مثلا بطولة عربية، بس النادي الأهلي عنده بطولة أفريقيا، لعب بطولة أفريقيا برضو الدوري يعني العام. يعني مفيش حل وسط تقدر من خلاله نشارك في كل البطولات من غير ما يبقى وضعنا كده؟ والله انت بتحل مشاكل قديمة، يعني اللي احنا فيه ده دلوقتي بنحل مشاكل الفترة التراكمات احنا فيها دلوقتي. عدد الفرق الدوري الممتاز انا شايف ان هي كبير، تلعب عدد المباريات كبيرة جدا، في مشاكل كتيرة جدا، نظام المسابقة، نظام الفرق اللي هي بتلعب بتمثل مثلا النادي الاهلي بيمثل مصر في بطولة افريقيا، يجي يرجع عنده كمية من المؤجلات غريبة جدا، بيلعب في وقت قليل جدا. يعني الفرق اللي بتخرج من افريقيا زي الزمالك زي بيراميدز زي مثلا عندهم مساحة، لا عندهم مساحة ومرتاحين. النادي الاهلي اللي بتظلم، النادي الاهلي اللي بتظلم. انا مش بدي طب العذر، بس هي دي الحقيقة. لو حسبنا عدد المباريات اللي لعبها لعيبه النادي الاهلي بالذات اللي هم لعيبه الدوليين زي عمرو السوليه، حمدي فتحي، الشناوي، قفشه، اللعيبه الدوليين، هتلاقي علي معلول مثلا مع منتخب تونس هتلاقيه بيلعب ضعف لعيبه نادي الزمالك ونادي بيراميدز اللي هم بنتكلم على المنافسه. فدي نقطه ما فيش حل فيها، انا شايف ما فيش حل فيها غير قرار، يعني طبعا مش قراري، قرار طبعا مجلس اداره النادي الاهلي يعتذر عن البطوله، بس دي بتبقى صعبه جدا. يقول لك لا مش هلعب السنه دي مثلا كاس مصر، لا مش هلعب، بس برضه دي صعب جدا، مش هلعب السنه دي بطوله افريقيا، صعب جدا. لا يمكن حلها ان انا ازود عدد الناشئين المميزين عندي، ها، واعتمد عليهم الفتره الجايه، واعمل روتيشن. لازم اعمل روتيشن، وعدم الاعتماد على 14 15 لعيب طول الموسم بتهلك اللعيب. هي دي هو ده الحل الوحيد. الحكم على سوارش من دلوقتي يعتبر حكم مبكر فبالتالي خاطئ، ولا في مساحه للحكم عليه اخذا في الاعتبار خلفيته التدريبيه واخذا في الاعتبار امكانيات اللعيبه القماشه اللي احنا مديينها له؟ بصراحه الراجل، انا من وجهه نظري الراجل ده مظلوم، جاي على فرقه طبعا هو جاي يمسك بطل افريقيا لمواسم كبيره جدا، نادي الاهلي بطل الدوري لمواسم كبيره جدا، زعيم الكره الافريقيه، جاي يبص في الفرقه، عنده مشاكل كتير جدا، بيشتغل لعيبه اصابات، عنده مثلا لو عدينا طاهر محمد، طاهر حسين الشحات، انا بتكلم على ما تعدش والله بتكلم على الاجنحه، لانه هو عنده اماكن معينه مش لاقي فيها حلول. يعني طاهر محمد هو مقارنه بالوقت اللي جه فيه موسيماني كابتن احمد، موسيماني كان اكثر يعني حظا بمراحل، هو ده هو ده التوفيق، وضع الفرقه والبطولات اللي احرزها، لو كان برضو استكمل بطولات كانت اوريدي، يعني قطع فايلر مع الاهلي شوط كبير فيه، بالزبط. يعني كان محظوظ اكثر بشكل أكيد كبير. أكيد. كنت اقول ميكسيوني، انا عايزه اقول على سواريش. سواريش لا، ما ينفعش اولا احكم من دلوقتي ابدا بالمنطق، بلغه كره القدم، بمفهوم كره القدم، لسه بدري جدا على سواريش، ولكن هو عنده تحديات اصعب من اي يمكن مدرب، لحضرتك تتفق معايا، جه قبل كده درب الاهلي في الفتره دي، اكيد، لان عنده حجم المشاكل اكبر من اي وقت تاني. لازم برضو لازم يعرف عقليه اللاعب المصري، هو كل شغله في البرتغال، ما اشتغلش. ايه بقى عقليه اللاعب المصري؟ ما تقول لنا. لا طبعا ثقافه، دي ثقافه شعب، ثقافه شعب تاني خالص. انا بتعامل الثقافه مهمه جدا، لازم يعرف اللاعب ده دماغه بيفكر ازاي غير اللاعب اللي بيلعب بره، اللي هو لعيب في البرتغال، لازم دي مهمه جدا ان اعرف نفسيه اللاعب ده ايه وبيفكر ازاي وشغله ازاي. طبعا لعيبه النادي الاهلي من اللعيبه الاقرب اللعيبه في مصر للاحتراف، يعني هم عندهم عقليه احترافيه، بنتكلم على معظم 80 أو 90%، لكن برضو انا بتكلم ان في اوقات معينه اللاعب تفكيره بيشرد، بيسرح، بتركيزه بيقل، بالذات عند الفوز عند اي بطوله، اي اللاعب المصري بعد فوز اي بطوله بيريح شويه. ما هي دي بقى ثقافه مش حلوه ابدا، دي ده حتى في الماتش، لو دي ثقافه اللاعب المصري، يعني مثلا لعيبه النادي الاهلي في ماتشات معينه نازل عارف هيلاعب مثلا المنافس الفلاني وضعه في الجدول قليل، فاللعيبه بتروح نازله مريحه شويه. وبيحصل ايه بقى في الاخر؟ شفنا ايه اللي حصل. هو ده بالظبط كده. لعيبه النادي الاهلي مثلا بيلعب مباراه الزمالك، هتلاقي لعيبه النادي الاهلي مركزين جدا ومش محتاج مدرب يقول لهم ايه، لكن دي بقى محتاجه مدرب زي فتره من فترات مستر جوزيه كان بيخلي اللعيبه مركزه بلعب اقل فرقه في الدوري زي ما بيلعب اكبر فرقه في الدوري.
دي مهمة. الحاجة الأكيدة كابتن أحمد في النهاية إن إحنا عندنا شوية أمور محتاجة تتظبط كي تعود الأمور إلى مجراها ومسارها الطبيعي، ونتمنى ده يحصل في أسرع وقت إن شاء الله. يا رب أتمنى إن شاء الله، وأتمنى الفوز النهاردة تكون بداية سريعة. يا رب وشك حلو علينا بقى. يا رب نورتنا وأسعدتنا، ربنا يخليك. شكرا كابتن أحمد. هسيب حضراتكم الفقرة اللي جاية مع كريم ودكتور دينا أبو سعود، وفقرة طبية أعتقد هتكون في غاية الأهمية، وأنا هشوفكم بإذن الله أنا وكريم في حلقة جديدة بداية الأسبوع اللي جاي 10 الصبح في الأهلي. مرحبا بحضراتكم من جديد، اهلا بكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه بحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. في الفقره دي هنتكلم عن مبدا كلنا عارفينه، فكره ان الفيتامينز مفيده للجسم، كلنا عارفينها، لكن مش بالضروره نكون كلنا مدركين الى اي درجه الفيتامينز مهمه للجسم، زائد مش بالضروره نكون عارفين طب هي مهمه لايه او في ايه، او اهميتها دي بتتحقق من خلال ايه، والاهم من ده كله طيب في حال نقصان الفيتامينز، في نقص الفيتامين معين في الجسم، فانعكاساته ايه على الجسم وعلى الحاله الصحيه العامه، كل دي امور هنتكلم فيها مع اللي ليها وحشه كبيره والله. يعني انا نفسي بقالي فتره ما قابلتهاش دكتوره دينا ابو السعود، اهلا بيكي منورانا. اهلا بيك يا كريم، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، ربنا يخليك. وحشنا كلنا والله، وانت كمان وجمهور الاهلي برضو، انت كنت وحشهم قوي برضو. ربنا يخليك يا دينا، انا سعيد ان انا معاكي النهارده، ربنا يخليك. وسعيد كمان ان احنا هنتكلم في الموضوع ده بصفه خاصه، لان اكيد انت ادرى مني بكتير، عارفه ان كلنا عارفين الفكرة العامة، المبدأ نفسه، فكرة إن الفيتامينز مهمة للجسم، لكن مهمة إزاي وفي إيه وفي صورة إيه ونقصانها ينتج عنه إيه، كل دي بقى لو تسمح لنا أمور عايزين نتكلم معاكي فيها. تحبي نبتدي من فين؟ إن الفيتامينات مهمة جدا، والموضوع مش أوبشن، يعني إن إحنا ناخد فيتامينات من الأكل ونركز في الأكل الصحي دي حاجة مهمة جدا. الفيتامينات مهمة لكذا حاجة، يعني أنا بقول هو أسلوب حياة، مهمه لمناعتنا، من غير فيتامينات مفيش مناعه، بالذات في الزمن اللي احنا فيه ده اللي مليان. احنا خلصنا من هو لسه موجود اكيد كورونا، بس دخلنا في فطريات، فطر اسود، دخلنا في جدر، يعني بقينا كل يوم نسمع جدر القرود بالظبط عن حاجات كتيره جدا، لو مناعتي قليله الفيروسز والفطريات هتتمكن يعني مني. المكون الاهم للمناعه هو الفيتامينز. الفيتامينز مهمة جدا، ومن من الفيتامينات المهمة جدا للمناعة فيتامين سي مهم جدا للمناعة. أوكي. ومهم لإعادة امتصاص الحديد، يعني بتلاقي مثلا الدكتور لو كاتب حديد لبيشنت لازم يكتب له فيتامين سي معاه، لأن الحديد من غير فيتامين سي، الحديد بيسموه معدن ملك، صعب امتصاصه، الفيتامين سي هو اللي بيزود امتصاصه، فدي حاجة مهمة جدا. ومهم جدا الزنك، الزنك مهم للمناعة، مهم للشعر، مهم لكل العمليات الحيوية. برضو حلقات سابقة انت قلت لنا ان الزنك ما بيشتغلش غير مع وجود عنصر تاني، النحاس، الكوبر. أوكي. لان في فيتامينات بتشغل بعض زي كالسيوم وفيتامين د، ممكن يبقى عندي نقص في الكالسيوم، الكالسيوم مهم جدا لصحة العظم وصحة السنان وصحة القلب، انقباض عضلة القلب، لكن الكالسيوم مش هيخش العظم لو انا فيتامين د عملت التحليل بتاعه لقيته اقل من 20، فده نقص. يعني فيتامين د هو اللي بيساعد الكالسيوم على دخول العظم وبالتالي الاستفاده منه. بالظبط. يعني لو انا خدت الفيتامين د من غير المكمل ليه، كده جسمي ما يستفادش ولا ممكن يبقى فيه ضرر؟ بص يا كريم، احنا معظمنا عندنا نقص فيتامين د، لو اي حد بيتفرج وبالذات الستات وما بياخدوش فيتامين د، وفيتامين د مش موجود بكثره في الاكل، هو موجود من اشعه الشمس، هنلاقي عندنا نقص فيتامين د. هو المفروض ما يقلش عن 20، الاحسن انه ما يقلش عن 30. فلو لقيت نقص فيتامين د، الشمس مش كفايه، لازم اخد سبلمنت، والسبلمنت بتاع فيتامين د بيبقى تحت اشراف دكتور. طب احنا قلنا ان ده فيتامين استثنائي مش موجود قوي في الاكل قد ما موجود في اشعه الشمس، طب بقيه الفيتامينز اللي هي موجود منها في الاكل، هل كميات الاكل يعني عشان نحصل على القدر المطلوب من الفيتامين، افرضي ان ده يستدعي اكل كتير احنا مش قادرين عليه؟ مثلا فيتامين سي موجود في الحاجات السترس، الجوافه، الطماطم، البرتقال، الليمون، لكن ممكن النهارده انا واحده يمكن بقالي مثلا 3 سنين ما اكلتش جوافه، ما بحبش الجوافه بصراحه. يعني ممكن ما اكلش سلطه النهارده. فلازم، لكن لازم فيتامين سي تاخد كل يوم، يعني الجسم محتاج فيتامين سي يوميا. هي دي المشكله، ان احنا مش كل يوم بنعتمد على الاكل الصحي، احيانا كتير بناكل من غير سلطات. ده في ناس بتقضي عمر كامل في اكل غير صحي. بالظبط بالظبط. يمكن الواحد لما كنت في الساحل ما بحبش اكل سلطه مثلا بره، لان في الحر وكده بيحصل ممكن تضرب مثلا، فبتلاقيني طول الوقت ما باكلش الاكل الصحي، فلازم قلب مالتي فيت يبقى معايا اخده كل يوم، او الفيتامينز اللي الناس مرتاحه عليه. انا عن نفسي بحب قلب مالتي فيت.
الهلب مالتي فيت من اقوى المكملات الغذائيه لدعم المناعه رقم واحد، ولدعم الطاقه. محتاجه ان انا اعرف ادير طاقتي. كتير مننا جدا من جميع الاعمار بيشتكي من قصه الكسل. وحتى صغار السن يعني، هي دي المشكله غريبه الحكايه. وصغار السن ما عندهمش مرض مزمن يؤدي الى كسل من امراض الكبد والكلى والقلب، لكن طول الوقت كسلان لانه عنده نقص في فيتامين بي. فيتامين بي مهم جدا للحياه، الكوبالامين مهم، الفوليك اسيد مهم، البيوتين، الثيامين، كل الحاجات دي عائله فيتامين بي. صعب ان انا اشتري فيتامين من الصيدليه في كل عائله فيتامين بي. السهل ده هيبقى بس في قلب مالتي فيت. لو انا دخلت الصيدليه وقلت للصيدلي انا عايزه مالتي فيتامين يحتوي على كل عائله فيتامين بي، يقول لك لا، المالتي فيتامين ده فيه كل حاجه ما عدا الكوبالامين اللي هو فيتامين ب 12 المسؤول عن تكوين كرات الدم الحمراء. ده موجود لكن مش موجود معاه الثيامين. قلب مالتي فيت باخده وانا عارفه انه فيه كل العيله بتاعه فيتامين بي. وقلب مالتي فيت موجود في الصيدليات، احنا موجودين في سلسله صيدليات. تاني الفيتامين الوحيد اللي ليه تفريعات مختلفه هو فيتامين بي. هو فيتامين بي طبعا طبعا. بلس ان قلب مالتي فيت دخله الزنك. الزنك مهم للشعر، للبشره، المعده، حمض المعده بيحب الزنك جدا جدا. الزنك مهم للخصوبه عند الرجال. طب لا قبل بس الخصوبه خلينا نقف كده عند الحته بتاعت حمض المعده، لان في ناس كتير ممكن تبقى بتشتكي من الاحساس ده، بينتج عنه حتى الم في بعض ألم الاحيان. الم فده بيسكنه؟ لا هو مش مسكن، هو بي 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 بيعدل حمض المعده، فدي حاجه مهمه. وعايزه اقول اي مشكله في الجهاز الهضمي ما نفتيش في ادويه اجهزه الهضم. بلاش نفتي في ادويه الحموضه. يعني انا حاسه مش عارفه نفتي في كل حاجه لا. يعني بلاش ادويه الحموضه بس تيجينا نفتي زي لا 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 ده احنا بنكتب لبعض روشتات يا ست الكل. دي 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 كارثه طبعا، دي كارثه بصراحه. ومش عارفه ايه، اضرب انتي بايوتيك، لو انا جربت الدواء الفلاني عمل معايا شغل نار فخد منه. لا 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 لا، الادويه لازم تبقى تحت اشراف طبيب، وقصه المسكنات تحت اشراف طبيب، مش عمال على بطال اخد مسكنات، ومش عمال على بطال اخد مضادات حيويه. مضاد حيوي عمال على بطال هيهدلي المناعه فور شور. فلازم كل الحاجات دي تبقى بحسبان. قلب مالتي فيت ليه بقول انه قوي جدا؟ لانه في 13 عنصر ومعدن وفيتامين داخل كبسوله او قرص واحد بس من قلب مالتي فيت. فانا باخد منه قرص واحد بعد الفطار او بعد الغداء بساعه، يبقى انا كده المناعه مطمنه عليها. التمثيل الغذائي وسرعه الاريض وسرعه الحرق مطمنه عليها. صحه العظم عندي مطمنه عليها، لانه بيحتوي على كالسيوم بنسبه 70 ملي جرام. لو انا عملت تحليل كالسيوم ولقيت فيه نقص شديد في الكالسيوم، ممكن وقتها اقول قلب مالتي فيت مش كفايه، لازم ارجع لدكتور. انا بتكلم ان قلب مالتي فيت حلو لينا الناس اللي ما عندهاش امراض، يعني ما عندهاش مشكله يستدعي الى زياده. وعشان ناخده هل لازم الواحد فينا يعمل تحليل مثلا في الاول فيعرف بموجبه هو عنده نقص فيتامينز ايه، ولا هو امن حتى لو الواحد بياخده من غير ما يكون عمل تحليل؟ من غير تحاليل قلب، انا لو هتكلم على قلب مالتي فيت هو امن، لان النسب بتاعته بسيطه ما تخوفنيش. قلب مالتي فيت مش فيتامينات للعلاج. انا عارفه منك ان دي جرعتها يوميه واحده بس، واحده في اليوم، كل يوم الصبح بعد الفطار، حتى بعد الفطار او بعد الغداء. لكن التراكم بتاع يعني حبايه على حبايه على حبايه لمده 6 شهور، التراكم بتاع قلب مالتي فيت مش هيحصل، لان الفيتامينات اللي فيه بتنزل عن طريق الزياده منه، بينزل عن طريق البول. ومش هيحصل زياده، بتدوب في الميه. ومش هيحصل ده اصلا، لانه مش هيحصل تراكم. انا يعني حتى الفيتامينات اللي بتدوب في الميه وتراكمت، يبقى انا كده بحمل على الكلى. ده مش هيحصل مع قلب مالتي فيت. لكن في بعض الفيتامينات الثانيه وقتها اقول لو هاخده بنسبه كبيره، الفيتامينات القابله للذوبان في الدهون، بستشير طبيب. وقتها بيبقى الفيتامين، وقت ما انا بروح للدكتور ويديني كورس فيتامين لمده 2 3 شهور زي ما الدكتور بيشوف بنسبه كبيره، وقتها بقول ده فيتامين علاجي. لكن قلب مالتي فيت ليس علاجي. هو ليه الواحد بياخد مالتي فيتامين مع انه ممكن ياخد فيتامين فيتامين على حده؟ هناخد كل يوم فيتامين سي على حده، وزنك على حده مثلا، وكالسيوم على حده. لا هيبقى صعب جدا، هيبقى صعب جدا. يعني صعب ان انا اخد 7 8 فيتامينات او اكثر في اليوم. المالتي فيتامين هو قرص واحد مجمع لك كل الفيتامينات او معظم. يعني قلب مالتي فيت مش هقول لك هو فيه كل الفيتامينات، اكيد لا. يعني فيتامين د مش موجود، فيتامين ايه مش موجود، مش كل الفيتامينات، لكن معظمها موجوده في قلب مالتي فيت. قلب مالتي فيت زي ما انا قلت طبعا لازم ارجع اقول انه مصرح
من هيئة سلامة الغذاء، معنى كده أنه آمن، وبرجع أقول أنه متوفر في صيدليات كبيرة. وعلى الشاشة دلوقتي ده رقم كود للصيدلة، يمكن حد مثلا يا إما عايز ياخده أونلاين عن طريق الرقم على الشاشة، يا إما عايز ياخده من الصيدلية، بيكلمونا عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه، يقول لك مش موجود في الصيدليه اللي تحت بيتي وانا عايزه من الصيدليه اللي جنب البيت. فوقتها العميل يقول للصيدليه او يقول للدكتور الصيدلي ان ألب مالتي فيت موجود في الشركه المتحده للصيدله بكود 83205. يقدر الدكتور وقتها. شو كنت عايز اسالك يعني ايه كود الصيدله؟ كود الصيدله دي تبع الشركه بشكل آلي يعني، برافو عليك. فوقتها يعني احنا بنسهل الامور، واللي عايزه اونلاين احنا موجودين حتى دلوقتي، ناس كتير بتطلبه لان في الساحل دلوقتي الساحل الشمالي شغال كتير جدا. فكل كرة بيقول لك لا انا لسه مش هدور في الصيدليه، لا الشركه تبعت لي لحد البيت. مهم جدا كمان في الوقت ده عشان موضوع اشعه الشمس. اشعه الشمس الضاره احنا المفروض نبقى اذكياء، ناخد المفيد فيتامين د، لكن الشمس ليها اضرار. الالترا فايلت اي وبي اضرارها على السكن رهيبه. بالمناسبه التوقيت او يعني التوقيت يعني مجازا كتوقيت الامثل لان الواحد يكون قاعد تحت اشعه الشمس بحيث يستفيد منها من غير ما يحصل له اي ضرر باي حال من الاحوال. يا اما الصبح خالص بدري، المهم من 12 ل 4 بيبقى الشمس شويه يعني يا اما الصبح لغايه الساعه 10 يا اما بعد الساعه 4. جميل. طيب نرجع بقى مره ثانيه، هل في اعمار معينه ما ينفعش تتعامل مع المالتي فيتامينز حتى من حيث المبدا؟ لا يعني احنا المالتي فيتامين بيتاخد او ألبا مالتي فيت من سن 13 سنه امن جدا، بالذات الشباب. نفس الجرعه برضه، نفس الجرعه، حبايه في اليوم، حبايه في اليوم. والشباب دلوقتي صعب انك انت تعرف تروده، لا اخرج مع اصحابك وتعالى في سوتيه لا صعب. فوقتها نبقى الام لازم تبقى عارفه ان هو طول الوقت قاعد بره وطول الوقت ما فيش اكل صحي وما فيش فيتامينات بتخش له. فمهم جدا ان الام تبتدي تقول له، لا ان هي تقول له ان ده مالتي فيتامين لانك انت تقدر تعوض، لانك انت ما بتاكلش عندي، ما بتاكلش في البيت اكل صحي. الكبار في السن برضو قرص واحد بس في اليوم، ومناسب للامراض المزمنه يعني مع الادويه اللي بياخدها. قلب، ضغط، كوليسترول، سكر، بالظبط بالظبط. مناسب للام او السيده الحامل. مناسب للي بترضع. كونسرن بتاعي البسيط جدا اللي عنده مشاكل في الكلى، الكلى تعبانه او لا قدر الله فشل كلوي، اي حاجه بياخدوها اوتوماتيك تحت استشاره الدكتور بتاعهم. طيب عايز ارجع برضو ثاني للسن الاصغر شويه، انت قلتي من اول سن 13 سنه. الى اي درجه المكملات الغذائيه او المالتي فيتامينز ممكن تبقى مفيده للطفل سواء كان ولد او بنت في مرحله النمو؟ يعني في مرحله كده او في مرحله حتى اللي هي البلوغ، يعني دي بقى اللي برضو ليها فايده جسمانيه. طبعا الكالسيوم مهم ليهم جدا، فيتامين بي ليهم مهم ليهم جدا. بيبقى مهم طبعا، ومهم ان هم يعززوا مناعتهم بفيتامين سي اكيد يعني. حلو. طيب اعرف منين ان انا عندي مشكله مع الفيتامينات عموما؟ اعرف منين؟ لو عندي طول الوقت كسل، كسلانه، اضطرابات في النوم، حاجه اسمها مود سوينجز، يعني ساعه كويسه وساعه لا حاسه اني زهقانه. لو عندي مثلا بالنسبه للبشره بشرتي شحبه طول الوقت، عندي تشققات حوالين البق ده نتيجه نقص فيتامين بي مثلا، بغسل سناني بلاقي سناني بتنزف، فيتامين سي، هالات سودا، كل الحاجات دي، شعري بيتساقط وما عنديش مرض يؤدي الى تساقط شعر وقتها نتيجه نقص البيوتين والزنك، ضوافري بتتكسر، كالسيوم وزنك مهمين جدا والبيوتين للضوافر، تقريبا كل حاجه، اطرافي بتنمل فيتامين بي. فكل الحاجات دي ممكن يبقى نتيجة نقص فيتامينات ومعادن. جميل. طيب أنا عايز برضو أسألك كم سؤال كده، الناس هما اللي بعتوها لنا. زينب محمد بتقول أولا بتحييكي وبتسألك إيه أسباب ظهور كدمات في الجسم وما بيكونش معاها وجع أو ما بيكونش فيها وجع؟ بطمن من نسبة سيولة الدم عندي، والدنيا لو كلها تمام ممكن وقتها يبقى نقص فيتامين سي. ماشي. سؤال تاني من ميرفت احمد بتقول بحس ان في وخز في صوابعي من وقت للتاني واطرافي بتنمل كتير، ده سببه ايه؟ اتاكد من نسبه الحديد، اعمل الكومبليت سي بي سي، كومبليت بلاد بيكتشر، صوره الدم كامله، ايوه، واطمن على ان النسب كلها كويسه والهيموجلوبين كويس والسيرم فيريتين وكل حاجه كويسه.
ممكن وقتها اقول انه نقص فيتامين ب. فيتامين ب مهم جدا، هو اللانش او الغداء بتاع الاعصاب، فممكن وقتها اقول نقص فيتامين ب. والمنتج الوحيد اللي موجود يحتوي على العيله كلها من فيتامين ب هو الف مالتي فيت، بتاخد قرص واحد بس في اليوم بعد الاكل بساعه. تمام. طيب سؤال تاني من منه الله جابر، بتقول الصداع النصفي المستمر هل ليه علاقه بنقص الفيتامينز؟ احيانا بيبقى ليها علاقه، واحيانا بيبقى مشكله مرض، او احيانا بيبقى نقص حديد بيؤدي الى صداع. يعني عندي حاجات كتيره، لكن من اهم الفيتامينات وقتها برضو فيتامين بي. انا على طول بقول فيتامين بي هو الحياه. يعني كمان تقدر تستخدم الف مالتي فيت قرص واحد بعد الفطار، والحلو ان بعد الفطار او بعد الغداء بساعه. أوكي. الحلو في الف مالتي فيت، لو هتكلم عن تحسين المزاج النشاط والحاجات دي، بشوفها على طول من تاني قرص او من تاني يوم. الشعر بياخد وقت، يعني مش هناخد الف مالتي فيت النهارده شعري نبض وشعر الاقيه لحد رجلي اكيد يعني. أوكي. الشعر من يعني في خلال شهر ببتدي احس بالنتيجه. اهم حاجه الاستمراريه، يعني اهم حاجه اخد قرص في اليوم، مش قرص كل اسبوع، هو وانس ديلي. واعتقد ان هو ما يتعارضش مع اي علاجات اي حد بياخدها. لا لا، ما بيتعارضش مع علاج السكر ولا علاج الضغط ولا علاج الكوليسترول. بالعكس، الف مالتي فيت بيحسن بنسبه مستوى الكوليسترول، لانه بيحتوي على فيتامين اي اللي بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره وتحوله الى كوليسترول. ودكتور أوكي. السكر بيقول البيشنت بتاعه مع الادويه اللي باخدها للسكر دعم بفيتامين بي مهم جدا لمريض السكر، فيتامين بي. طيب بالنسبه مسألة الوزن المثالي ورحلة البحث عن الوزن المثالي دي، خلت ناس كتير وزنهم زايد بيعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يفقدوا الزيادة في الوزن دي، وفي المقابل في ناس تانيين بيبقى الود والدهم ان هم يزيدوا في الوزن. فحتة التعامل لا، موضوع الود والدهم يزيدوا في الوزن ده، لا الناس اللي هم اندر ويت، انا بكلمك اندر ويت. بس النسبة كبيرة لا الاكتر بطبيعة الحال، الناس اللي عايزة تخس. ده اللي حاصل في الدنيا، مصر كلنا عايزين نخس. الحكايه دي بقى ممكن تتاثر سواء سلبا او ايجابا بالمالتي فيتامين، ولا المالتي فيتامين ملوش علاقه بالوزن عموما؟ المالتي فيتامينز لو بتحتوي على فيتامين سي ممكن تخسس، وفيتامين بي، لان فيتامين بي انا بقول ان هو بيساعد على معدل الحرق وبيحول لي الكربوهيدرات لطاقه. اوكي. ففيتامين بي بيساعد على ده، والدراسات الحديثه اثبتت ان فيتامين سي بتعمل فات اوكسيديشن او بتحرق الدهون. أوكي. فلو لو مالتي فيتامين د بيساعد جدا جدا على حرق الدهون برضه، فممكن بعض الفيتامينات بتساعد على ده. طيب بالنسبه للناس اللي بتمارس رياضه، وخصوصا اللي بيلعب يعني رياضات عنيفه، يعني سواء كانت رياضه قتاليه، رفع اثقال، كمال اجسام، النوع ده من الرياضات اللي بتستدعي كمان اكل معين بكثافه معينه بعدد معين، ايه يعني موقف المالتي فيتامينز مع النوع ده من البني ادمين؟ مالتي فيتامينز مهمه ليهم جدا، فيتامين بي مهم جدا عشان يحول لهم الاكل للطاقه، فيتامين سي مهم عشان يساعد على امتصاص الحديد، الكالسيوم مهم عشان عظمهم، وفيتامين بي مهم عشان قوه اعصابهم. أوكي. والزنك مهم ليهم جدا. واضح ان فعلا كل البروتين. العناصر، ما في يعني بروتينات مهمه قوي يا جماعه، ما فيش عنصر مش مهم اللي انت يعني هتكلمتينا عنه، ما فيش حاجه مش مهم، ما فيش حاجه مش بتسمع في الجسم في ناحيه معينه. لا ما فيش في الدنيا فيتامين مش مهم، ما فيش في الدنيا معدن مش مهم، لكن الزياده بتقلب ضد، لازم الناس تعرف ده. لكن انت بشكل عام تنصحي الناس كلها ان ده يكون نمط حياه؟ طبعا طبعا طبعا، الفيتامينات تبقى نمط حياه ما دام انا باخد تركيزات بسيطه جدا منه. أوكي. وما بعديش الجرعه المصرح بيها، فيبقى نمط حياه مع تغيير اللايف ستايل. انا مش التفصيله دي بس اللي تتغير، لا يعني لا مش ده بس، لازم كل المنظومه بتاعت اسلوب حياتي يتغير. انام كويس، ابعد عن التوتر، الاسترس هرمون الكورتيزول لما بيعلى بيعمل مشاكل كبيره، بيلخبط لي هرمونات جسمي كلها. طب. وتخن واكتئاب وحاجات كتير، فلازم اغير كل نمط الحياه مع المالتي، مش اخد مالتي فيتامين وما نامش.
وتوتر والحاجات دي واكل اخلص تورته الساعه 2 بالليل صحيح. لا انا مش بقول خدوا الفيتامين وعيشوا حياتكم بالمنظر ده كده مش عايز فيتامين عايز معجزه في الحاله ايوه بالظبط 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 انا بشكرك نورتينا وافدتينا بوجودك كالعاده كل سنه وانت طيبه وان شاء الله نشوفك على خير ونتكلم معاكي في مواضيع ثانيه تهم الناس كلها ان شاء الله نورتينا تسلم وبشكركم مشاهدينا في كل مكان على متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده ان شاء الله يتجدد اللقاء في يوم جديد ونشوفكم على خير في حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي الى اللقاء. We'll be right back.